أصابعهم في آذانهم من
الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء
لا يدرك نيابة عن سلطة مصر المعاصرة، ثم لم ينشأ ورقته أن توفي وفترا وحدا. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أن أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني من رأي جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: وعجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح، وتابعه ذلك بغداد عن الزهري، وقال يوسف معمر الخواجه. اربع باب خمسه الحديث الخامس حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك فيه لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعاني من التنزيل شده، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فانا احرقهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحرقهما. وقال سعيد: انا احرقهما كما رايت ابن عباس يحرقهما، فحرق شفتيه. فانزل الله تعالى: لا تحرك فيه لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأ. خمسة باب الستة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري يعني الحديث، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة. ستة باب الحديث السابع. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكان تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات فيها أبا سفيان، وكفار قريش، فأتوه وهم إلياء ودعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، فقلت: أنا أقرب نسبا، فقال: ادعوه مني، وقربوا أصحابه، فجعلوهم عند ظهري، فقال الترجمان: قل لهم إني سألنا هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا كذبا، فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: أشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه؟ فقلت: بل ضعفاؤه. قال: أيزيدون أم ينقصون؟
قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة تدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبين الرجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يقولكم؟ قلت يقول ابن الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ابن الله وحده ولا تشركوا به شيئا. واتركوا ما يقول اباؤنا ويامرنا بالصلاه والزكاه والصدق والعفاف والصله. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أم لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أم لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوهم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوهم وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإمام حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حتى تخالط بشاشته وكذا. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خير، لم أكن أظن أنه منكم. فكنت أعلم أنه خالد، لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت على قدمي. اللهم صل وسلم وبارك. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث به نبيته إلى عظيم بصرة ودفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروح، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأنسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا قال أبو سفيان. فلما قال وقال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخر وارتفعت الأصوات وخرجنا، فقلت أصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر من أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصحر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن النضور صاحب إليان وهرقل سقفا على مصر الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل
يختتم من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتم إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، وابقى إلى مدائن ملكك. فيقتلوا من فيهم من اليهود، فبينما هم على أمرهم قتل هرقل برجل أرسل به الملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتم هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتم، وسأله عن العرب فقال: هم يختتمون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة كفرها.
الأساسيات الأساسيات للإسلام لكل مسلم القرآن والحديث أو القرآن والسنة. هنا العلماء ينقلوا السنة يعني ينقلوا أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي يعني إيه سيدنا النبي؟ يقول لك روح سيدنا النبي لأن سيدنا النبي موجود روح موجود واللي يصلي على سيدنا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة وبيدعمنا واللي يسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيرد عليه السلام شغال الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض فما بالك بأرواحهم إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء حتى الأولياء والصالحين فشوف شغال روح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه موجودة وهنا بقى نتكلم بقى في إيه في الإيمان الإيمان فالكتب دي لغاية أهمية لكل مسلم لابد أن نتعلمها ونعلمها لكل من هو مسلم حتى نعرف كيف ندعو إلى الله على بصيرة حتى يكون المؤمن أصلا بصيرا.
surely advised the Nabi sallallahu alayhi wa sallam during the risk of coming here, walking away, or the Nabi sallallahu alayhi wa sallam can be jailed. And the Jihad told him that the Medina will call the mood. The Pope can be called to me, and يدعو كل الخلق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فتم قتاله وصبر ثم أذن الله سبحانه وتعالى أن يدافعوا عن أنفسهم حتى يستمروا بالدعوة يعني كله مندرج تحت أمر الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله تحتاج إلى إخلاص ومسؤول مسؤولية تامة عن إنفاذ هذا الأمر. بارك الله في رؤوس الإسلام، بارك الله في مشايخنا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نقوم جميعا بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من توصيل كلمة الله، قولوا لا إله إلا الله، يعني القول والفعل والحال كما أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل في مجاله التاجر الصبور هذا داعي إلى الله بصدقه في تجارته كما دخل الإسلام إلى التثيرة بصدق التجارة الكذاب هذا صاد عن سبيل الله وإذا استمر في الحال إنه هو مشي عليه كده عسى يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليه إن الصاد صاد عن سبيل الله يبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة إذا استمر على ما هو فيه ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هي صدت عن سبيل الله أفعاله إما هي دعوة لله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى هذا الدين أو هي العكس صد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن دين الإسلام إما أن تكون داعي مش حاجة واسطة مش في النص مش أصلا دعوة مش حاجة اسمها مش دعوة لا حضرتك ليك دعوة لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالدعوة أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا أن يقول شهادة قال قولوا لا إله إلا الله فإن كنت مسلم فأنت تدعو غيرك إلى الإسلام إذا كنت أنت حضرتك وأنا كلنا مسلمين ومقتنعين بهذا إنما إذا كان في حاجة تانية لا ده موضوع تاني طالما إحنا المقتنع بشيء بيعمل إيه؟ المقتنع بحد تافه يكون حد كده من الناس التافهة يعني الناس الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم وعليهم جميعا اللي بيقدموا بيدعوا ليه وبيعملوا شير وبيعملوا إعجاب ويرد الصفحة بتاعته ويجيب أصحابه ويقول يا طب والله سبحانه وتعالى الذي خلق الله الذي خلق ورزق وما زال يرزقه وارسل ليك النبي صلى الله عليه واله وسلم مش عاجبك؟ طب لو عاجبك بجد عاجبك طب انت ما تدعوش ليه؟ ده الراجل بتاع الانتخابات اللي بيوعدك باشياء قد يستطيع ان يفعلها وقد لا يستطيع بسبب بعض الاشياء حضرتك بتروح تدعمه وتروح تحشد وتروح تدي اصوات طب اللي خلق هذا النائب والذي خلق هذا المخلوق اللي وعدك باشياء قد هو لا يملكها الله سبحانه وتعالى هو الذي يملكها الذي يملك كل شيء أحق بأن ندعو إليه كل خلق الله ولا لا؟ ودي تبقى شغلانة مين؟ دي المفروض شغلانة كل مخلوق. طب اللي قال لا إله إلا الله ما بيشتغلش الشغلانة دي ده بني آدم؟ ده يستحق إن يعيش؟ ده يستحق اللقمة اللي بياكلها؟ ده حد عنده دم. يعني نعم الله سبحانه وتعالى مغرقان. ومش مكسوفين على دمنا؟ واحنا مسلمين كده والواحد يعني كده وكل همه وكأن الله سبحانه وتعالى يعني مش الله سبحانه وتعالى مش موجود في حساباتنا ليه؟ ليه؟ اسمها جدال معذرة اسمها مع الله وقيمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى عواقبها وخيمة جدا أبونا آدم عليه السلام اللي هو الله سبحانه وتابع عليه ومع ذلك ولكن ندفع الثمن أن أكل من الشر يعني الغلطة حاسب عليه حتى بعد ما برضه تبت لا لازم تشوف ليه؟ عشان متكرهش تيجي بقى الدنيا وتتعب وتمرض ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ولا لا ما نفعتش لا طب تعالى الدنيا بقى وتاكل وتشرب وتيجي ايام ويبقى في حياه ويبقى في موت ويبقى في
قلت والله الذي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى أبي قال لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يعني المشاكل اللي احنا فيها احنا سبب فيها. بص حضرتك ايه المطلوب من حضرتك، بص حضرتك ايه المطلوب من حضرتك تجاه هذا الدين، تجاه الله سبحانه وتعالى اللي بيرزقك بيطعمك وبيعطيك واللي بيرزقك بيطعمك وبيعطيك. ايه اللي مطلوب مننا تجاه اللي خلقنا سبحانه وتعالى؟ ايه المطلوب مننا تجاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بحقق كام نسبة كام من هذا المطلوب واستحق ليه؟ والله سبحانه وتعالى صبر عليا لحد امتى ولحد فين واحنا رايحين فين؟ والله سبحانه وتعالى لما بيومي بيومي لحد امتى؟ والفصل لما هيجي هيبقى فيه ايه؟ فبسم الله الرحمن الرحيم. يعني الناس دي كانت فاهمه الكلام ده، اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوا ايه؟ سابوا بقى سابوا المدينه، منهم من ساب مكه ومنهم من ساب المدينه، ومنهم من كان في مكه وكان في المدينه يعلم الناس الوافدين من المسلمين، يعني كانوا متقسمين الاثنين، الناس اللي في مكه والمدينه دول علماء الصحابه، كان اللي بيدخل في الاسلام من الصحابه التانيين بقى اللي كانوا في الفتوحات، يعني رايحين يدعو الناس الى الله في الفتوحات، فلما يدخلوا في الدين هيروحوا يدوروا فين؟ هيروحوا يشوفوا المكان اللي نزل فيه القران، المكان اللي كان فيه سيدنا النبي بقى القصه من اولها، فهيجوا لهم مين في استقبالهم؟ العلماء، علماء الصحابه، فمنهم اللي كان في مكه ومنهم اللي كان في المدينه ومنهم اللي كان في ايه؟ يعني الشهره. الشهره، الشغل اللي فيه اصبحوا اعزاء. ملكوا بقى القصه بتاعت قيصر ابتدى بيهم العمر، كان زمان ابتدى واحنا الله اكرمنا بالاسلام بسبب جهد هؤلاء الاطهار رضي الله عنهم، رضي الله ايه عنهم. فاحنا ده النسخه الاصليه للعمل، ده امر الشغل، ده امر الشغل. الله سبحانه وتعالى جعل النسخه الاصليه ديت عشان يعني نعمله زي الرجاله دول، هتبقوا زي الرجاله دول والعكس بالعكس. فربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويكرمنا ويجعلنا في الحب والكرم، امنا امين جميعا. طيب ولا يعلم على وجه الدقه واليقين عدوه على الرغم مما بذله علماء المسلمين من جهد لحصرهم، فيذكر بعضهم انه 60,000 ويشتهر بعضهم فيصلهم الى نحو 100,000 أو يزيد، ولكن أعتذر في المصنفات التي بين أيدينا تصل إلى 10,000. وقد تمنى وقد عُلي العلماء وضع الكتب التي تتناول حياتهم، فالعلماء الناس تفهم لو بقى إن حياة الناس دي النسخة الأصلية وحياتهم مهمة، فلازم يبقى إيه عارفين حياة الناس دي بقى، يبقى الكتب التي تتناول وقد عُلي العلماء بوضع الكتب التي تتناول حياتهم وفضائلهم ومروياتهم منذ وقت مبكر. بدأ في القرن الثاني الهجري مع وكيع بن الفراح وعلي بن المديني وغيرهم، ولعل أقدر ما وصل إلينا مؤلفات تلك الفترة من كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل وكتاب الطبقات الكبرى محمد بن سعد وقد خصص فيه مؤلفه حوالي ثلث الكتاب ترجمة للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يعني الصحابة مهم جدا نبقى عارفينهم، مهم جدا نبقى عارفين شمائلهم، مهم جدا ان هم من النماذج التي يكون نكون وابناءنا ونساءنا مثله، فيكون مجتمعنا مثل مجتمعهم. الله يعزنا كما اعزنا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك ونجعلنا في ذلك. ثم توالت المؤلفات التي عنيت عنايه
الوقت يعني حاولت انك تحاول على قد ما تقدر انها تخليك تخرج بس تخرج دلوقتي ربك وتتعرف على اصحاب بعض حبايب قوي يعني كانوا بشكل مفصل وخصوصا كده في حياه الصحابه فيعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكون اكرمنا ووفقنا بقى على الحمد لله يعني اخبرنا ايه Thank you.
ايه، فلقيت ان الاصل انا اتعلمت بعدها ان اصل العلم هو تعليم العلم، واصل الرساله هو اداء الامانه التي تبلغ الدين، تدعو الى الله، تجيب داعي الله، فدي اصل الاصول. فلقيت بقى انت بتقول لي ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، قول لي غيرك مش عارف الحقيقه فين. طلعت على بعدها انت مغمور لان انت مش في الكرم السابقه على انك تتبع تيجي والانبياء كلها، ده اخي انت تابع لمين؟ تابع لجد. وعرفت بقى في الطريق من الاشراف، وعرفت قصه كبيره كده يعني فخلاص انت عرفت كده الحمد لله. طيب تمام، انت بقى حضرتك محفوظ.
لحظة، هي الحياة هي اللحظة. حضرتك اللحظة دي فين من الله؟ حضرتك فين من الله؟ أنا فين من الله؟ هو ده الموضوع، هو بقى ده النموذج. طب الصحابة كانوا فين من الله؟ طيب أنا فين من الصحابة؟ بتيجي بقى إيه؟ هي دي وجاهدوا وجاهدوا في الله حق جهاده، هو شبابه الكلام، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. يعني لما اختارنا وسماكم المسلمين، الله ايه ده؟ ايه ده؟ ده امر بان احنا نجاهد انفسنا.
كما تكلم
سيدنا محمد ووفقنا الى حقيقه الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ووفقنا الى حقيقه معرفه حقوقنا والمطالبه بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ووفقنا الى حقيقه معرفه حقوق الاخرين عندنا وادائها اليه كامله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ووفقنا الى حقيقه العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ووفقنا الى حقيقه الاستقامه على كل ما يقربنا اليك كما تحب وترضى.
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة هذه الأصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحفظها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة